سيد رئيس، السادة المستشارين، نترحم على شهداء الأمة وعلى الضحايا، وأعتقد أن هذا واحد الموضوع اللي المغاربة كيتعاملوا معاه بواحد الإنسانية عالية جدا. لما كندوزو كنشتغلوا كنقدوا الوضعية كنواسيو الضحايا كنمشيو نعالجوا اللي تعالج، يمكن بعد بطريقة هادئة نشتغلوا نحدوا المسؤوليات، لأنه ما تنعتقدش أن المغاربة شي مرة استغلوا كيف ما كان الموقع ديالهم السياسي، استغلوا هذا الشيء باش يصفيوا الحسابات. اللهم لك الحمد على السلوك المغربي والمنهج المغربي. الأمر الثاني هو أن السيد وزير الداخلية طرحت عليه 7 أسئلة بإضافة التعقيبات، وأعطى التفاصيل حول هذا الموضوع، حول هذا الموضوع وكيفية التدخل والإشكاليات المرتبطة. لكن خليني نتكلم معكم بصراحة، أنا بغي نعطيكم الأرقام، أنتم تعلمونها لأنكم بناء المنطقة. الأمطار التي نزلت هي يعني أمطار مفاجئة للجميع، للجميع. أنا لما مشيت للورزازات وطبعا الحال والسي الخلفي كان في قلميم، تعمدت نسول الناس الكبار لما مشيت للورزازات، قلت لهم الله يجزيك بخير. قال لي مثل هذه ما بين 50-60 سنة لم نرى مثله، لم نرى مثله، وخاصة بالنسبة للويديان. ويمكن لي نقول لكم أكثر من هذا الشيء، هذيك الطرك كتقولوا صايبها الاستعمار مقادة، يعني طاحت. على شنو اللي وقع؟ هو أن الماء لما جا مشى جاب واحد القوة كبيرة جدا. أنا عندي واحد شارط فيديو كيفاش كيوري الماء كينزل من الجبال، قلميم خلاص جميع الويديان عمرات، وبالتالي ما كان مره كيوقع واد، ماشي ما ادو لا جوج، عبر هذه العقود الاخيره واد ولا جوج اللي كيعمروا. دابا الويديان كلها عمرات. شنو اللي وقع؟ انه انحرف الواد على مساره، لان كان المسار وبدا كيضرب تحت، بدا كيطيح الجبل، ماشي فقط الطريق، انا مشيت شفتها، بدا كيطيح حتى الجبل. ورب ضاره نافعه، لان ديك الطريق كلها غنعاودوها 170 مليار ديال الدرهم، الان كنا غنعاودوها من الفوق لان هي لتحت قويه، دابا عطانا فرصه باش يمكننا نعاودوها. غنعطيكم الارقام غير مسبوقه. المعدل في نوفمبر، انا هادشي خديتو، اتصلت بالمدير ديال الميتيو ديال سميتو، قال لي المعدل دائما كيكون بالنسبه للاكاديمي نزكان 42، الان نزلت 122 ثلاثه المرات. المعدل في اكاديمي المسيره 31، 144. المعدل مثلا في تيزنيت 22، 35. المعدل يعني في قيم على الضرب 4 المرات، 5 المرات هذه الامطار، وفي 3 ايام، واحيانا في وقت موجز، لانه اعطاني احيانا في 4 ديال السوايع، 4 ديال السوايع حصل ما حصل. فهذيك 4 السوايع ولو يكون في خبارك، ولو انه يوصلك، يستحيل ان تصل الى المكان ويمكن ان تقوم بما تقوم به. هذه من الامور التي مؤخرا وفيت واحد العدد ديال الدول. مع ذلك كنخبركم بان وزاره الجهه بالتنسيق مع السلطات يوميا ومع الناس ديال الميتيو كترسل لهم يوميا شنو الطرق اللي مقطوعه وشنو الطرق اللي كتفتح، وطبعا حنا كنديروا التنسيق باش يمكن لنا نديروا العمليه ديال التدخل. غنعطيكم شحال من فرقه اليوم كتقوم بالتدخل على المستوى ديال الفرق اللي كدير التدخل. نعطيكم الارقام، اليوم عندنا 350 آلة، هذا عندي التجهيز، ما كنتكلمش على الوقايه المدنيه وتبارك الله عليهم الله يجازيهم بخير، ما كنتكلمش على، انتم عارفين الجماعات التدخل، الجماعات كلها كتوضع رهن الاشاره مع الساده العمال والولاة. 160 للان مركزيا ومحليا مقابلين الا هذه الاشكالات باش يمكن لنا نقوموا بالدور ديالنا والواجب ديالنا فيما يتعلق بهذا الموضوع. لكن بغي نقول لكم ونخبركم بانه الحكومه وزاره الداخليه تتابع 24 ساعة وحتى محليا، انا كنت في اتصال مع الوزراء، حتى وزاره السكنه والصحه، وزارة الداخليه، مع الساده الولاة العمال، كانوا المروحيات، كاين لجان محليه، زدنا لي فريكونس ديال لارام، يعني باش يمكننا نجيبوا الناس من ورزازات ومن زاكوره ومن قلميم، يعني بطبيعه الحال غيكون تاثير على الشبكه ديال النقل الجوي، ولكن زدناها. كانت الزيارات الميدانيه، فبطبيعه الحال البرنامج المستقبلي لا شك ان غادي يكون تدخل عاجل باش يمكننا نعالجوا هذه الاختلالات المرتبطه بما تركته هذه الامطار العاصفيه. وشكرا اولا نيابه عن كل الزملاء الوزراء اللي هما بالعكس، يمكن لي نقول لكم يعني اولا هذوك ناس الميتيو كيخبروا بعدا، هذوك كيقوموا بالدور ديال التجهيز، كيتابعوا الحركيه ديال الطرق. وزاره الداخليه مركزيا ومحليا، نقول لكم انا شخصيا جميع العمال الاولاد اتصلت بهم، وزير الصحه نفس القضيه، وزير السكن نفس الاسكان نفس القضيه، لانه كان وزير الداخليه ودرنا لجنه مركزيه كتشتغل 24 ساعه على 24 ساعه، ولجان محليه اكثر من ذلك. من بعد ذلك بدينا كنشتغلوا على مستوى النقل العمومي، على مستوى بمعنى كنعتقد كل شيء قام بالدور ديالو. ولكن سيدي انا نقول لك، راكم انتم يمكن ابناء المنطقه، انا معذره الا ما عرفتش، بغيتك تشوف واش الامكانيه انك تقرب لهذاك الواد. كاين امكانيه، انا نقول لك انا مشيت ونقول لك تخلعت لما شفت هذاك الواد، لدرجه انه كنا كنشوفوه من بعيد، والسكان تيقول لك يا ودي هذا شيء مفاجئ وخيالي. فبالتالي اكثر من ذلك، واعلن عن ذلك وزير الداخليه ووزير الصحه، مشاو المروحيات ما قدوش يشتغلوا، واحد العدد ديال المناطق ما قدوش يشتغلوا، الحاله ديال الجو حاله مربكه، يعني حتى الناس ديال ورزازات، انا كنت على اتصال مع واحد العدد البرلماني والسلطي يقول لك يا ودي هذا الجو
والرياح والامطار يعني لدرجه انه باقي كيجي لحد الساعه واحد مجموعه المناطق وجدنا صعوبه في الوصول اليها، قلت حنا غنستعملوا كل الاليات. فكنعتقد لكن مع ذلك كنقول متفق معاك، الجيش يتدخل. انا عندي تجربه في الغرب كيفاش كانوا جميع كل شيء يتدخل، المجتمع المدني بحال الدوله تتعبأ. لكن انا متفق معك ومتفق مع الاستاذ انه بعدا نعالجوا هذه الاشكاليات، نديروا برنامج استعجالي، نديروا بحث ما كاين باس، واذا شي واحد قصر في واجبه ما يمكنش انا الناس كيموتوا ممكن انا ذاك نغض الطرف، الا شي واحد قصر لابد ان يتحمل المسؤوليه حتى لو كان وزيرا. وشكرا.